بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ معكم هذه الليلة في سلسلة كرامات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة تحتوي على 100 حلقة فيها أنوار وإشراقات وأسرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من يستمع الحلقة كاملة، ومن لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلق بالدنيا ومشتت فكره نفسيا وممزق عقائديا فهو الذي يسمع جزء من الحلقة. فإن كنت تحب رسول الله حقا فاستمع هذه الحلقات للنهاية وكذلك الحلقات التي مضت. عنوان حلقتنا اليوم هم في الأصل 7 حلقات متشابهات في قالب واحد، لعلكم تستمتعون وتفرحون بهذا النوع من هذه الحلقات 7، لأن هذه الحلقات لها علاقة بالجن والعفاريت. وقد يتساءل سائل، لماذا نتكلم عن الجن والعفاريت ونحن قلنا سابقا وفي مجموعة الاستشفاء وقناة الاستشفاء أن هذه القناة ليس لها علاقة بالسحر والدجل والشعوذة؟ نعم هي ليس لها علاقة، ولكن قابلتنا 7 حالات من الأطباء. أنا جمعت الأطباء، هم أكثر من حالة، ولكن جمعنا الأطباء في قالب واحد حتى يسهل دراسة الترابط بينهم. هذه الحلقات كلها عندما يلتقي العلم بالجهل، يعني عنوانها الرئيسي عندما يلتقي العلم بالجهل. فأنتم حاولوا تستفيدوا وتفيدوا غيركم وتنقلوا هذه الخبرات إلى بعضكم. الشيء اللي بيتعبنا قوي الأطباء لما هم بيجوا هنا، أطباء البشريين أو الصيادلة أو العلاج الطبيعي أو أي فرع من فروع الطب حتى في الأسنان، كله بيتعبنا تعب شديد جدا. ليه؟ لأنه جاي بناء على دراسة علمية مقننة قائمة على البحث التجريبي، ولكن يجد شيء خالص بعيد، خالص بعيد في العالم الروحاني والإيمانيات واليقينات التي يبعد عنها بعدا تما إلا ما رحم ربي. عنوان حلقتنا اليوم كرامة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الطبيب الملبوس. يعني احنا عندنا ملبوس وعندنا مسحور وعندنا ملموس. يبقى الملموس اعتبروه هو الملبوس، يعني يقول لك ايه، مسه جن، مسه عفريت، زي ما يقولوا هم بقى، هم احرار، هم يقولوا زي ما يقولوا وعقيدتهم زي ما يقولوا. ولكن في سنة من السنوات جاءني والد طبيب، وهذا الوالد يعمل أستاذ في الجامعة، بل وهو وكيل الكلية ورئيس قسم فيها. أستاذ جامعة ووكيل كلية وحياته أصبحت جحيم في البيت. له 2 أولاد، 2 فقط أطباء، واحد متزوج منذ 6 أشهر في أيام الحادثة يعني، والثاني طبيب وخاطب. الطبيب اللي خاطب ده مش طبيب عادي، لا ده نائب، يعني نائب في الجامعة، يعني معيد في الكلية، يعني هيدرس. وبعدين في كبرى المستشفيات التي تعتبر من أوائل المستشفيات في الشرق الأوسط، وهي مستشفى غليل كلى، يعني الكلى في المنصورة. الطبيب ده خاطب طبيب، يبقى نقول الأول
الطبيب اللي هو مشكلته اليوم معنا، اللي هو ملموس او ملبوس بجن او عفاريت، ده اصلا متزوج من واحدة طبيبة زميلته. طب ايه مشكلته؟ والده جاني وقال لي ان احنا ذهبنا لعديد من المشايخ ومن الناس الموثوق بهم، ولكن وقعنا في فخ ان هم وجدوا ان الرجل استاذ جامعة وابنه طبيب وابنه الاخر طبيب وزوجته تعمل في سلك القضاء، يبقى دي فرصة ذهبية للدجالين والمشعوذين. طبعا استقطبوا منهم مئات الالاف من البنية، وقال لي اريد ان اعرضه عليه. الرجل يعلم تماما ان ليس لي علاقة بذلك، ولكن هناك دكتور في كلية أصول الدين سوف يشرفني هنا الأسبوع القادم إن شاء الله، جاء من الكويت، وهو الذي تسبب في السبع أطباء اللي احنا نذكر قصتهم في سبع حلقات. قال إن هو ده يقعد معاه وإن شاء الله هيكون في حل وهيعرفكم الحقيقة. طبعا الطبيب شفته وبعدين قلت له يا ابني انت ما عندكش حاجة وانت كويس وسليم؟ قال لي بس انا عارف اني ما عنديش حاجة. قلت له ما انت عارف ان ما عندكش حاجة؟ قال لي انا رحت الناس كتير وبس فيه طبيب فيه دكتور في كلية اصول الدين جامعة المنصورة، هو رحمه الله توفى العام الماضي، قال لي انت مسحور او ملبوس. قلت له طب اللي يشخص؟ انت طبيب، الذي يشخص المرض يصف العلاج، فطالما قال لك ملبوس او مسحور اذا هو فاهم في الحاجات دي، طب يعالجك، انت لا ملبوس ولا مسحور. قال لي امال انا ايه؟ قلت له انت عارف نفسك في حاجه انت تخفيها. قال لي بس انا ذراعي بتحرك، في حاجه بتمشي فيه. قلت له انت تقول زي ما تقول، ولكن انت ما فيش فيك اثر للحاجات التانية دي، انت اخبارك ايه؟ علاقتك ايه بالله؟ قال لا انا بصلي خمس فروض في جماعة. طب حاليا بتصليهم في جماعة؟ قال لي لا. طب وايه تاني؟ قال لي ليا جزء من القرآن الكريم لابد اقرأه قبل ان انام. يعني اذا الانسان ده نقول عليه كده بالبلد في مصر بلغتنا متدين. طيب المتدين ده لما تحصل له هزة يحس ان الكون كله انفجر. طب ايه الحل؟ قال لي انا مقتنع بكلامك اللي ما عنديش حاجة. قلت له طب الدكتور اللي في كلية اصول الدين انت مقتنع ان انت ما عندكش سحر ولا مس؟ قال لي انا مش مقتنع بكلامه، مقتنع بكلامك. طبعا هنا حلقة مفقودة، أنوار الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بتكشفها. أنا قلت له طب سيبني شوية، وجلست في الصالة وهو جلس أمامي وقعدت أصلي على النبي على أساس ربنا يكشف لنا الأمر في حقيقة أنا مش عارفها. قلت له أنت خاطب؟ قال لي نعم. قلت له فين خطيبتك؟ قال لي معايا في المستشفى. قلت له أي مستشفى؟ قال لي في مستشفى خاصة بتشتغل معايا فيها بالليل. قلت له طيب هل خطيبتك دي بيبقى فيه نبطشيات في ايام؟ قال لي نعم. قلت له هل وحدت النبطشيه مع خطيبتك بحيث تكونوا انتوا الاثنين مع بعض؟ قال لي نعم. قلت له طيب ايه علاقتك بالممرضات؟ بتهزرش معاهم؟ بتضحك معاهم؟ بتجعبهم في حاجه؟ قال لي نعم، بيبقى واحده تحط ايدها على ايدي كده، واحده تشد شعري، واحده تعمل لك ايه. قلت له في ايدك دي؟ الله. قلت له دراعك انه هو؟ قال لي دراعي لهم. خلي بالك هو اشار على دراعه انه دراعه اللي بقول ان انا حاسس ان في حاجه بتمشي. فانت لابد تجيب علاقتك ترانا على طول ما بين الناحيه النفسيه او السيكولوجيه وبين
مع اعتقادات الشخص او الذنب اللي بيعمله. قلت له طب خطيبتك دي انت يعني ما دعبتهاش، ما قبلتهاش، ما وضعتش يدك عليها على صدرها؟ قال انا مددت يدي في صدرها. قلت هل تحركت؟ يعني حدث لك اثاره؟ قال نعم. قلت له هل فعلتها مره ثانيه ودعبتها وضعت يدك على صدرها؟ قال نعم. قلت له هل حدث لك اثاره في المره الثانيه؟ قال لا. قلت وبعد ذلك ماذا حدث؟ هل بكيت؟ قال نعم. قلت له لماذا بكيت؟ لم يستطع أن يجيبني. قلت له طيب على العموم اذهب لغرفتك ويخليك فيها، يعني خلي بالكوا ده بيدرس في الجامعة، نائب يعني من الأوائل الدفعة. قلت له خليك مكانك وابعث لي والدك. والده جه، طبعا قلت والده ووالدته خليكم معتزلين بعيد عنا خالص. والده جه قلت له اسمع ابنك عنده عقدة الذنب، ابنك حب يداعب خطيبته فحدث له إثارة جنسية فجه يداعبها مرة تانية لم تحدث له، إذا هو فوجئ أنه أصبح عاجز جنسيا وتخيل ذلك. وأنتم باقي لكم 4 أشهر عن الزواج، إذا لو تزوج وأصبح عاجزا أمام زوجته بالنسبة له فضيحة، يقول ده أنا طبيب وأخويا متزوج في البيت وأخويا كويس وفضح أمام أمي وزوجتي ونسايبي وزوجت أخويا، الأمر كبر في دماغه. فعمل إيه يا سيدنا الدكتور؟ قال لي إيه؟ قلت له قال لي في العملية من دماغه وقال ان انا عندي جن، وانت رفعت مئات الالاف علشان هو يدافع عن نفسه ويعمل رد فعل وقائي قبل ما يحدث المطمة الكبرى له. قال لي شيء غريب وتحليل عجيب، يعني اكاد ان انا اصدقه بدرجة 99%. قلت له ما عندوش حاجة. قال لي بس فيه شيخ رحنا له خوفني، قال له انت عملت عملية في الكلى بالغلط وواحد مات في ايدك. قلت له فعلا واحد مات؟ قال لي فعلا واحد مات. قلت له بقولها من قبل المصادفة. وبعدين قال العفريت بتاع اللي مات هيطلع له وانتقم منه من حياته. قلت له مفيش كلام منك، ده استغلكوا عشان ياخد فلوسكم وانتوا صدقتوا، والحريم دايما قلبهم ضعيف وامه بتبكي وسابت سلك القضاء وقعدت في البيت هاتوا هالي. قلت لها انت عايز ابنك يبقى كويس؟ قالت نعم. الوقت هو عايز يطلق خطيبته. قلت له ما هو عايز يطلقها عشان حاسس ان هو ايه عاجز ومش عايز يفضح نفسه. هو عمل حصل ليه كده؟ لان راجل ملتزم بالصلاه في جماعه وبالقران الكريم، اذا لما يعمل حاجه زي دي بتبقى كبيره، فهو انب نفسه وزعل ازاي يعمل كده، ازاي يغضب ربنا. فلما يعمل كده حصلت له عقدة الذنب. عقدة الذنب عملت له ايه؟ عملت ارتخاء في الاعصاب خالص. اذا فقد كانه فقد رجولته واصبح يبكي وينطوى على نفسه، وفعلا ما راحش المستشفى ولا راح العياده ولا راح الكليه، والدنيا اتربيت فوق دماغهم كله. طلع الحل ان هو يبعد عن خطيبته، ما يكونوش في عياده واحده. قالت فعلا دي اللي انا حاسه ان انا اعمله. قلت لهم خلاص سبتهم وجيت. طبعا بعد اسبوع اتصل علي، ايه يا عم ما احنا شخصنا حالتك وابنك كويس. قال لي بس هو لسه زي ما هو نايم وبيصرخ ومتضايق وما بروحش الشغل. قلت له طب انا اعمل ايه؟ نقرا عليه قران؟ ما فيش حاجه من دي. هندخل في شيء الدجل والشعوذة بقى؟ ما ينفعش الكلام من دي. قول له رقية؟ رقية بإيه؟ ده ذنب عمله وبيدفع ثمنه. عشان يتعالج لابد حد يواجهه بإيه؟ بحقيقته. قام جابه له بإيه؟ وجابه له بناء على ابنه. ابنه قال له أنا مش مرتاح إلا للدكتور سامي الحفناوي، لابد أروح. فجابه جاني.
قلت له يا ابني اللي بيدخل كلية الطب نوعين، نوع فهين ونوع حفيظ، انت من نوع الحفيظ بس ما بتفهمش، وانت بتسوق ذكائك عليا وعلى ابوك وعلى امك، انت نظامك واحد حصل كذا 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 كذا. صعب بقى لما واجهته بحقيقته، ما كانش عارف حقيقته، ولا ابوه قال له ولا امه مش قادرين يقولوا له. قلت له انت كويس وما وهتبقى كويس، وانت بس حصل لك عقدة ذنب وما تبعد بعيد عنها شويه، وهي تبقى بعيد وانت بعيد، كل واحد في عمل هتبقى كويس. فهو مش مقتنع، يقول لي لا انا تعبان. طب شوفني، طب بس اقرا عليا هذا. طب ليه؟ هو عايز بقى ايه يعني، زي ما يقول لك ايه، الواحد لما يكون كذاب يقول لك ايه، احلف، يقول لك قول عليا اي ايه عشان يتمرجح ويرتعش ويعمل، قول عشان الناس يقول اهو عشان يثبت. فطبعا انا ما بحبش الكلام الدجل ده، فخرجت وسبت له الصالون اللي احنا فيه. فابوه خرج وراه، ما انا خارج عشان هم يخرجوا من البيت، ما ينفعش اقول لهم اخرجوا من البيت. اللي حصل، رحت في الصاله قعدت اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فابوه طلع لي يبكي ويكبر راسه ويقول له والله العظيم انا عارف ان كلامك صح، وانا وهم مقتنعين بكلامك، والواد شكله مقتنع بس صعبان عليه يقول انني كذاب، وابنها هتتدمر حياته وعلاجه في ايدك. قلت يا رب اعمل ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا الهمني في الحال، قلت لزوجتي هيعملي شاي من غير سكر. ليه شاي من غير سكر؟ ما انا قلت لكم لو سمعتوا الحلقات للنهايه هتستفيدوا، عشان ممكن حد من اولادكم يقع في المصايب دي والناس تستغلوه. شاي من غير تفلي ليه؟ انا عايز التفلي بتاع الشاي من غير سكر، عايز التفلي بتاع الشاي، التفلي يجي في شويه ايه شاي كده، فاعرق كوبايه يعني حوالي حبه صغيرين كده تفلي. قلت لها هات البانيو، كبت بانيو بلاستيك، قعدته على كرسي، وبعدين قلت له البانيو تحتك اهوت يا دكتور. قال لها، قلت له هصب على دماغك كوبايه ميه، هتشرب كوبايه ميه وبعدين تحط صبعك وترجع، وبعدين تاني مرة تشرب تلات عشان ينزل ايه السحر اللي في بطنك، وبعدين تحط صبعك وترجع، وبعدين خمس، وبعدين سبعة. خلي بالكوا انا قلت قبل كده، قلت لابوها انا هعمل عملية علاج بالإيحاء عشان نطلعك ونطلعهم، مش قال لي ازاي. قلت له انت هتدخل جوه وبعدين انا هستنى دقيقتين واقول له الدكتور سمير زعلان وعايزين نرضيه، ويا محمد في حاجه، فهو قال سيبوني اصل انا حاسس ان جسمي بدا يسخن وهنمثل على الدور، هقوم داخل هعمل انني تعبت ودايخ. لا 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 يا محمد، يا دكتور محمد، لا 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 انت فيك حاجه، فيك حاجه الوقت، انا كنت غلطان، لا لا انت تعبان، تعال تعال بسرعه، تعال انا تعبان، تعال بسرعه. قام هو قايم وفوجئ، وقعدته وسقته الميه ونصب على دماغه انا وزوجتي في دماغه، يشرب وحده ويصب، شرب ثلاثه ويرجع ونصب ميه، الخمسه ونصب ميه، في الخمسه بقى قمت قايل لزوجتي هات الكوبايه، كوب الماء اللي فيه تف، وقمت جرقه فين؟ في البانيو، ما هو ما هوش شايف، ما هي الميه نازله على دماغه، ميه من حنكه، ميه من دهو عمياء. وبعدين قلت معكره، قلت له يا دكتور محمد ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قال لا السحر نزل اهو، ده اسود، ده اسود. طبعا هو ما شافش غير طفل الشاي. قلت له بس قوم. الحمد لله. انت بقيت كويس؟ قال له بقيت كويس، قول انا بقيت كويس، قول انا بقيت كويس، قول انا حجير، قلت له انا حجير، قول انا عريس، قول انا عريس، قول انا بقيت قوي، انا بقيت قوي، قول انا هتجوز، قال انا هتجوز. مبروك يا محمد، قال لي الله يبارك فيك، وخدني بالحضن واعصابه قويه جدا، قلت له حددوا الفرح. وفي خلال شهرين عملنا الفرح. وكويس ومحمد الوقت مخلف يجي ثلاثه، وهو حاليا استاذ مساعد في كليه الطب جامعه المنصوره. ايه رايكم بقى في الحاجات دي، انوار الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟
ايه رأيكم ان احنا ما بنقولش قصص كده وخلاص، احنا عايزين نستعين بالصلاة على الرسول في كل حال. يبقى احنا ما بنعالجش لا سحر ولا جن ولا كذا، لان ما كانش فيه اصلا. نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.